السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وممكن أي حد يعمل، تمام؟ وصفاتنا كلها موجودة في قلب مطبخنا، مش هنشتري حاجة من بره خالص. لو احتاجنا مكون بسيط ممكن نجيبه من عند العطار. يلا كده يا بنات نسمي الله ونضغط لايك. عايزة لايكات كتير يا جماعة للفيديو، شيروا الفيديو طبعا عشان الوصفة توصل لأكبر عدد منكم، لأن فعلا بنات كتير محتاجة إن هي تستعمل وصفة زي ديت، وفعلا هتجيب معاكم نتيجة كويسة جدا ونتيجة مضمونة. واللي لسه بيشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا منه كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن ايه. الوصفة دي يا بنات فعلا هتجيب معاكي نتيجة ممتازة جدا. ازاي؟ ان شاء الله لو احنا بس داومنا عليها 3 مرات فاول كده ما بنبتدي في الوصفه بتاعتنا هتحسي فعلا بفرق. ازاي؟ هتحسي ان انت جسمك فعلا بدا يخف او بدا يخس، هتحسي ان انت فعلا عايزه تتحركي كتير، جسمك بقى يعني بتحسي فيه ان هو فعلا بقى رشيق. ده لسه في بدايه ال3 ايام، انما يعني لو انت بس داومت عليها اسبوع كمان اسبوعين هتحسي ان فعلا في فرق كبير وفي فرق كتير يعني ما بين قبل كده وبعد كده، تمام؟ نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده مكونه من ايه؟ تعالى نتعرف على اول حاجه كده. مبدئيا يعني كده يا جماعه هنبدا باول مكون معايا اللي هو الليسون. لو انت عندك ليسون اللي هو السايد ممكن تحط منه معلقه، ما عندكش ممكن تحط منه البكاوي زي اللي انتم شايفينها ديت. انا معايا المج بتاعي اهوت هحضر فيه الوصفه بتاعتي، ده اللي هتكفيني طول اليوم، تمام؟ فمبدئيا يعني كده هنحط محتويات الكيس دوت في قلب المج ده. ده كده يا جماعه انا حطيت الليسون اهوت، ده اول مكون معايا. تاني مكون بقى معايا في الصنطوم، يعني لو هما كبار ممكن نحط 2، لو هما يعني وسط صغيرين كده ممكن نحط 3 فصوص. فانا هاخد بس فصين 2 زي ما انتم شايفين اهوت، لان هما 2 كوبايات بس اللي انا هحضرهم. ليه؟ لان هما دولت اللي انا محتاجاهم في اليوم بس الواحد. مش هخرطهم بقى ولا هشرحهم ولا حاجه، انا بس يعني هخرمهم كده تخرم بسيط على اساس بس ايه يعني الفايده اللي فيهم تخرج. لان انا عايزه كل الفوائد بتاعته تخرج من قلب الفص التوم دوت. ده كده اول حاجه. برده نفس الشيء الفص دوت برده هعمله بنفس الطريقه دي كده، اخرمه كده علشان استفيد من الفوائد اللي فيه اللي جواه. ده كده اصبحوا جاهزين معايا. ده كده يا جماعه اهو سليمه اهو، يا دوبك بس انا خرمته بس شويه علشان اخرج كل الفوائد اللي فيه، تمام؟ بعد كده انا معايا الشمر ده يا جماعه، معلقه شمر ده يا جماعه، ده الشمر اهو، ده كويس جدا. لو مش متوفر عندك ممكن تجيبه من عند العطار في منتهى السهوله. حابه تجيبيه هاتي بس يعني حوالي ب5 جنيه وسيبيه عندك، ده هيكفيك يعني مده طويله جدا. ده له سحر بقى رهيب في التخسيس وفي ازاله الدهون، تمام كده. ده بقى يا جماعه اخر مكون معايا اللي هو الليمون. اللي انت شايفين الليمونه ديت، ده انا هقطعها شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ده يا بنات بقى اخر مكون معايا اللي هو الليمون. انا عايزه ليمونه واحده بس متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. خدوا بالكم يا بنات المقادير اللي انا عاملاها ديت، ده مقدار 2 كوباية زي ما قلت لكم في اول فيديو، ده اللي انا هستعملهم طول اليوم، تمام؟ فاحنا دلوقتي حطينا الليسون وحطيت الشمر، معلقه شمر بالمعلقه الكبيره ديت، وليمونه كبيره زي ما انتم شايفين كده متقطعه شرايح، تمام؟ عايزه انت تضاعف الكميه اعملي انت بقى ضعف الكميه اللي انا عاملاها دي. ومعاهم فصين توم زي ما انتم شفتوا في البدايه كده، التوم طبعا انا ما حطيتوش بحاله ومش هقطعه ولا هشرحه، لا انت بس تغزيه كده من الجناب على اساس ان هو بيخرج كل الفايده اللي فيه، تمام؟ دلوقتي انا معايا الميه المغليه هوريها لكم اهي. يا جماعه الميه المغليه مش هنغلي بقى على النار ولا حاجه، ده كده مقدار 2 كوباية.
ده كده بقى يا جماعه انا خلاص خلصت اهوت وحطيت عليه الميه المغليه، هغطي عليه خالص لان طبعا اي عشبه احنا بنعملها لازم بنغطي عليه، ليه؟ علشان الزيوت الطياره، تمام. فانا هسيبه كده حوالي نص ساعه او ساعه على ما ينزل كل الفايده اللي فيه، وبعد كده ان شاء الله هناخدها. ممكن الكوبايه دي يا جماعه ده ممكن قبل، لو احنا في رمضان ولا حاجه ممكن قبل الفطار بساعه بنكون مجهزينها على اساس تكون هي خلاص نزلت كل الفايده اللي فيها، وان شاء الله ممكن ناخدها بعد الفطار على طول. دي يا جماعه بقى الكوبايه ديت ممكن في الايام العاديه ممكن تاخديها قبل ما تفطري على الريق كده كوبايه، وبعد الغدا ممكن تاخدي كوبايه، ده في الايام العاديه. اما في ايام رمضان بقى طبعا ممكن بعد ما تفطري على طول مباشره تاخدي الكوبايه ديت، وبعد ما تسحري يعني خلاص احنا سحرنا وخلصنا ممكن ناخد الكوبايه ديت على طول. ده كويسه جدا يا جماعه، ده بقى بتزود الحرق معاكي وبتظبط الجسم وما شاء الله بتنزل كل الدهون اللي في جسمك. وخدوا بالكم يا جماعه احنا معظم يعني لو احنا مثلا في ناس سمان شويه او تخان شويه ولا حاجه، معظم يا جماعه الوزن بتاعنا او الوزن الزائد بتاعنا بيبقى معبي ميه ودهون، فسهله خالص ان احنا، انا كنت يعني قبل كده عملت لكم الفيديو بتاع الكزبره، الفيديو ده كويس جدا يا جماعه، ده بينزل الميه اللي في الجسم بطريقه كويسه جدا، ده برده ممكن ان احنا نستعمله. وخدوا بالكم يا جماعه برده انا يعني لقيت في ناس كتير كتبت لي في التعليقات قالت الوصفه دي جابت معايا نتيجه كويسه جدا اللي هي بتاعت الكزبره ديت، يعني خدوا بالكم الناس اللي هي برده وزنها زايد ممكن تستعمل الوصفه دي، ده كويسه جدا جدا وانا بفضل، تمام. اما بقى لحرق الدهون، لان زي ما قلت لكم دلوقتي الجسم يا جماعه بيبقى معظمه معظم التخن بتاعنا بيبقى يا اما ميه يا اما دهون والاثنين مع بعض، فاحنا بناخد الوصفه ديت وبناخد وصفه كمان تحرق معانا الدهون بطريقه كويسه جدا. فوصفتنا ديت النهارده اللي احنا عملناها ده برده هتبقى كويسه جدا جدا لحرق الدهون، يا ريت نمشي عليها، وكمان هتسد معاك الشهيه مش هتخلينا ناكل كتير. يعني احنا في ايام رمضان ولا حاجه ممكن احنا بنفطر وبعد شويه بنبص نلاقي نفسنا عايزين ناكل تاني، لا الكوبايه ديت هتمنعنا من احنا من ان احنا ناكل خالص، يدوبك وجبه الفطار اللي احنا محتاجينها بس، مش عايزين ناكل بقى لا حلويات ولا الكلام التاني ده كلته. ما بحرمكش من حاجه بس بقول لك لو انت حابه ان انت تاكلي كلي بكميات قليله خالص. الكوبايه ديت يا جماعه دي هتساعدك على انك انت تسد الشهيه بتاعتك، ما تخليكيش ان انت تاكلي كتير ما بين الوجبات ولا الكلام ده خالص، فبالتالي هتقلل معاكي الجسم وان شاء الله هتزود معاكي معدل الحرق. طيب الناس اللي هي بتسال طيب هناخدها بعسل او بسكر؟ ممنوع يا جماعه لا ناخد بعسل ولا ناخد سكر علشان تجيب معاكي نتيجه كويسه جدا، تمام. طبعا يا جماعه قبل ما بناخد الوصفه بنكون مصفيينها خالص، بنرمي بقى الليمون، بنرمي الثوم، بنرمي الاعشاب ديت مش محتاجينها خالص، احنا محتاجين الميه بس، تمام. هتساعد معاكي في حرق الدهون بطريقه كويسه جدا، تمام. برضه يا جماعه السحور ده حاجه اساسيه جدا، وانا كل في يعني في كل فيديو انا بنبه عليها لان دي اهم حاجه، صدقوني ده هتفرق معاكم جامد. السحور يا جماعه بلاش ان احنا نتقل في السحور وننام، احسن حاجه علبه زبادي، علبه الزبادي وعليها عصره ليمونه، ده كويسه جدا جدا عن تجربه وفعلا هتفرق معاكي في الوزن جامد مع الكوبايه اللي احنا حضرناها دي. خلاص كده يا جماعه الوصفه بتاعتنا جهزت معايا اهيت، ودي دلوقتي ممكن ناخدها في اي وقت احنا عايزينه، زي ما قلت لكم في الفطار بناخدها قبل الفطار على الريق وبعد الغدا، تمام. اما في الصيام بقى ان شاء الله بعد ما بتفطري بتاخدي الكوبايه ديت، وبعد ما تسحري بتاخدي برده نفس الكوبايه ديت مع علبه الزبادي، هتفرق معاك كويس جدا جدا عن تجربه، وده نصيحتي لكم ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه. وكمان في حاجه مهمه جدا يا جماعه حابه اقول لكم برده عليها، دي نصيحه كويسه يا ريت تاخدوا بيها. طبعا كلتنا اما بنيجي نفطر ولا حاجه بنجرح صيامنا على ايه؟ بنجرح صيامنا يا اما على عصير يا اما بتمر او لبن او الحاجات دي كلها. يا ريت يا جماعه العصاير بتاعتنا اللي احنا بناخدها دي تكون عصاير فريش من غير سكر، او لو انتم مش حابين تاخدوها من غير سكر قللوا السكر فيها جدا على قد ما تقدروا. الافضل والاحسن من ده كلته ايه بقى؟ انا هقول لكم على حاجه كويسه جدا، جريت كوبايه ميه دافيه وبسيط خالص كده عليه عصره ليمون، دي هتبقى احسن حاجه فعلا لو انت فعلا في دماغك ان انت عايزه تقللي الوزن، ده هتبقى احسن وافضل حاجه هتاخديها او انت عملتيها، تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تضغطوا لايك يا جماعه الفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد، شير يا جماعه مع اصحابكم علشان الوصفه بنات كتير تستفيد منها، والقناه ان شاء الله تعلى بكم باذن الله وتكبر بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.